خير حسين. شكرا للزميل ماجد الشجعي، تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في مباراة الديربي رقم 125 بين الرجاء الرياضي والوداد، اعتبارا الرجاء والمستقبل هنا بمدينة مراكش. اضطراريا بعد إغلاق مركب محمد الخامس منذ أيام بسبب الإصلاحات مرة أخرى خاصة في محيط مركب ستاد تونور، إذن لحظات وتعطى ضربة البداية للجولة الثانية مع رضوان جاي الشوط الأول. لتذكير انتهى سلبية نتيجة بين الطرفين، فرص عموما كانت قليلة في الجولة الأولى، فرصتان للوداد وفرصة وحيدة لفريق الرجاء عن طريق زكريا حدريف. زكريا الذي تحرك بشكل جيد في الجهة اليسرى وكان مصدر القلق بالنسبة لمدافعي فريق الوداد. بالمقابل فرصتان واضحتان للأحمر عن طريق محمد النهيري، تلك الفرصة الأوضح هي لك يا محمد النهيري بعد الرأسية، والكرة اصطدمت بعد ذلك بالعارضة. حتى لا ننسى أناس زنيتي الذي كان له فضل في بقاء النتيجة على حالها بفضل بعض التصديات الرائعة منك يا أناس يا زنيتي. ها هو أناس مرة أخرى في متابعة هذه الكرة. لا تغييرات بالنسبة لغاريدو، وكذلك فوزي البنزرتي، البنزرتي الذي يلعب بنفس العناصر احمد رضا التاكناوتي، نصير، كومارا، داري النهيري، السعيد النقاش، الكارتي، تيغزوي، اوناجم، وشيبور. بالمقابل غاريدو يحتفظ ايضا بنفس الاختيارات. زنيتي في حراسه الشاكير الحداد، فابريسنكا، دويك، باين، ياسي، حدريف، الحفيدي، رحيمي، ومحسن يجور في انتظار التغييرات المرتقبه. هذا الشوط الثاني وشوط التغييرات بكل تاكيد على امل ان يتحسن الاداء اكثر وخطف الانتصار، هل يكون لفائده فريق الرجاء الرياضي ام من نصيب المتصدر على الوداد الرياضي. تلعب الكره في الجهه اليسرى عن طريق زكريا حدريف، ممتاز، يمشي زكريا حول المراوغه، لكن بعد ذلك اشرف داريال كان فيه خطا، كان في خطا، الحكم يكتفي بالاعلان عن الركنيه الاولى لفائده الرجاء مع انطلاق الجوله الثانيه. هل ينتفض الرجاء الرياضي في هذه الجوله مشاهدينا الكرام؟ معروف بان الرجاء في الدربيات الاخيره يكون افضل في الشوط الثاني ويكون حاسما في الجوله الثانيه، خاصه مع وجود المايسترو الحفيدي وكذلك اللاعب زكريا حدريف. تلعب الراسيه، الرجاء يضغط في هذه الأثناء، العالم يضغط في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام. الرجاء الذي يريد أن يتسلق مراتب الدوري المغربي، نعم، يصبو نحو النقطة العشرين، يتساوى مع يوسفية برشيد في المركزية الثالث. هذا هو الهدف لك يا غاريدو، وتأكيد التفوق في تاريخ الديربيات مع الوداد الرياضي. تلعب الكرة لفائدة الأحمر، أناجم يمشي للجيروسرا العرضية مرة تماما، الجميع تيغزو يلحق على هذه الكرة، هنا بلمسة واحدة نصير ماذا سيفعل؟ واحدة اثنين ممكن، هنا العرضية بعيدة على السعيدي ولكن يلحق عليها أناجم. أناجم يجد تعطيه من طرف اللاعب الدويك، لأول مرة نشوف الدويك يلعب كطائر أيمن، انطلاقة منك يا رحيمي، ممتاز يا رحيمي، ممتاز يا رحيمي، والإنذار، نعم، إنذار مستحق يا النايري هذه المرة، هذه المرة يا رضوان يا جيد تكون صارما أمام محمد النايري وتشير البطاقة الصفراء لأن الخطأ كان موجود. رحيمي، نعم، يعدي في هذه اللقطة محمد النايري الذي لم يجد حلا آخر سوى إعاقة تقدم رحيمي المميز. شوف رحيمي هنا محاولة المرور المراوغة وبالتالي العرقلة كانت واضحة، بطاقة صفراء. بداية حماسية لهذه الجولة الثانية، شوف الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية، ياسي يعيد مجددا ناحية اللاعب الشكير بدوره لأناس زنيتي. لازلت عند كلامي، أناس زنيتي الحارس رقم واحد على مستوى الدوري المغربي، نعم، موسم أكثر من رائع قدمه أناس زنيتي، توجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الثاني في مساره بعد الأول رفقة فريق المغرب الرياضي الفاسي. انطلاقة من الجيري بن صفيان الرحيمي العرضية، هناك زكريا حدريف في الاستلام، زكريا، 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 ممتازة زكريا، لكن عالية عالية ديال الكرة يا زكريا يا حدريف، كان وحيدا زكريا حدريف في الجهة اليسرى من دون مراقبة. الخطورة من زكريا والخطورة من رحيمي على الأطراف في بداية تحركات فريق الرجاء. يا اخوان يا كاروس يا غاريدو، هل تعاكس ما حصل في الشوط الأول يا غاريدو
ونتابع جولة ثانية هجومية أكثر من فريق الرجاء الرياضي. بعدما كنت متحفظا بعض الشيء قلت بأن الرجاء في الديربيات الأخيرة يكون أفضل في الشوط الثاني، فليتأكد هذا المعطى خلال ديربي مراكش الديربي رقم 125. بينما الكرة مبعدة أمام جيبور، جيبور الحاضر الغائب ليس في الديربي فقط بل في معظم المباريات التي لعبها هذا الموسم مشاهدينا الكرام، لأنه قلت وجيبور لم يعطي ما كان منتظرا منه كما حصل في الفترة الأولى في المحطة الأولى له رفقة فريق الوداد الرياضي. الشاكرون في عملية التغطية ممتاز عبد الرحيم، هنا كان الخطأ من جيبور، اصطدام عفوي الشاكير مثالي المدافع المقاتل، لأنه ثقل كبير الآن على عبد الرحيم الشاكير في ظل غياب بدر بنون وأيضا سند الورفلي. هذا هو عبد الرحيم الشاكير الذي خبر ديربي بكل تأكيد، اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي. الشاكير في استلام الكرة اليوم هو في محور الدفاع إلى جانب الحداد بن مدويك الطهير الأيمن وفابريس على الجهة اليسرى، تلعب الكرة هناك على الجهة اليسرى. نعم فابريس مراوغة يدخل بالكرة وسط الميدان في اتجاه الحافظي أقرب إلى إبراهيم النقاش. إبراهيم ملعوب الكرة بلمسة جميلة جدا من السعيدي على الجهة اليمنى، محاولة المراوغة من التغزوي، هل كان في تدخل؟ نصير يسلم الكرة العرضية، نصير راسية، برافو أناس الزنيتي، سوبرمان الرجاء الزنيتي يتصدى للكرة مرة أخرى، تمركز رائع يا أناس يا الزنيتي، هنا يتصدى لكرة اللاعب محمد الناهري، ومحمد الناهري شوف الإعادة بنفس الكيفية اللي تابعناها في الجولة الأولى عبد اللطيف نصير، والنهيري في هذا المكان مرة أخرى يتقمص دور المهاجم بضربة راسية ولكن في المكان المتواجد فيه أناس الزنيتي. عادة لما تسدد كرات بالراس وبهذا أو في هذا الموقع إما تسدد على أقصى اليمين أو أقصى اليسار، نايري سددها في منتصف المرمى أين يتواجد أناس، بينما انطلاقة أشرف داري يقرأ تحرك الحافيدي يقوم بعملية التغطية لكن بعيدة يا داري، بعيدة يا داري للتمس. مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، قد نشاهد هدف في هذا المرمى أو في ذاك. نعم حتى الرجاء الرياضي يهاجم ويضغط ويفتح اللعب في هذه الجولة، تلعب الكرة في الجهة اليمنى ناحية اللاعب دويك، ماذا سيفعل على الدويك؟ يتجرأ على المدافع، ممتاز ممتاز هذه اللقطة يا الدويك، يتجرأ على المدافع هنا. نعم الدويك في أول صعود لك مع انطلاق الشوط الثاني حاول أنه يمر ولكن العرضية بعد ذلك وجدت يقطة دفاعية، الحكم يتدخل في هذه اللحظات ويمنح ضربة حرة للمهاجم الليبيري ويليام جيبور أمامنا على الصورة. فريقان مقبلان بعد أسبوع من الآن على مواصلة غمار المنافسات الإفريقية، الرجاء الرياضي الذي عاد إلى الواجهة مشاهدينا الكرام. نعم عاد إلى الواجهة مشاهدينا الكرام، بينما إسماعيل الحداد الذي قيل عنه بأنه في تجربة بأحد السعودي، إسماعيل الحداد في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام ياخذ مكان التغزوي. اذا التغزوي يخرج في هذه الاثناء واسماعيل ياخذ مكانه. قلت مشاهدينا الكرام في الفتره المقبله سنتعود على عدم وجود اسماعيل الحداد مع فريق الوداد البيضاوي، قد تكون هذه المباراه الاخيره. جيبور لحظه الاستلام لم تكن جيده، تطول الكره بعد ذلك نحو الحارس اناس الزنيتي في نهايه المطاف. نعم اناس الزنيتي أمام على الصورة، إسماعيل الحداد إذا يدخل في هذه اللحظات مشاهدي الكرام. نعم إسماعيل الحداد قد تكون هذه آخر مباراة له رفقة فريق الوداد البيضاوي، فهل يترك بصمة في هذا الديربي قبل أن يودع الزملاء ويودع القلعة الحمراء؟ من الكلمة ستكون للرفقاء زكريا حدريف الحفيدي بلمسة، يا سلام على المايسترو زكريا هنا في عملية تحضير الكرة، لكن محمد النهيري في الاستلام. محمد النايري أول تغيير يقدم عليه فوزي البنزرتي بإدخال اللاعب إسماعيل الحداد. جيبور ينطلق لكن الكرة تطول، عملية الاستلام لم تكن جيدة لجيبور. لو تتذكروا اللقطة اللي قبل هذه كان في عملية وكان في تمرير كرة داخل منطقة الجزاء ولكن الاستلام لم يكن جيد من جيبور قبل أن تطول الكرة نحو الحارس أناس الزنيتي. يرسل كرة أمامية زنيتي رحيم، يا سلام يا سلام على هذا الكنترول، جميلة منك يا رحيمي، اكتشاف الموسم خاصة إفريقيا ما شفناه لرحيمي
يؤكد بأن الرجاء عند لاعبين شباب في المستوى العالي، واحد من النماذج نعم اللي دارت بشكل أكثر من رائع. سفيان رحيمي اللي فعلا لم يكن رحيما بخصومه الإفريقية، نعم وكان له نصيب الأسد من الأهداف ومن التميز ومن صناعة اللقب القاري. إسماعيل الحداد يتقدم من الجهة اليسرى، لكن الكرة تطول بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفائدة فريق الرجاء الرياضي. قلت بأن سفيان رحيمي نال نصيبا من التميز على صعيد المباريات الإفريقية، وساهم بأهدافه وبالصناعة للأهداف أيضا في تتويج الرجاء الرياضي قاريا. الرجاء الآن عاد إلى الواجهة القارية كما كان كل رجاوي، بينما هنا لقطة رائعة من الشاكير، مميز الشاكير في هذه المباراة. قلت بأن كل رجاوي يتمنى عودة الأخضر إلى مكانته الطبيعية، دوري أبطال إفريقيا، لكن ذلك رهين باحتلال الرجاء الرياضي أحد المركزين الأول والثاني في الدوري المغربي الممتاز، لأن الرجاء أيضا يهدف إلى التتويج بلقب الدوري المغربي. غاب طويلا الرجاء عن بوديوم الدوري المغربي الممتاز وواحد من الأهداف كذلك المسطرة من طرف إدارة فريق الرجاء التتويج بلقب الدوري المغربي. ترجع الكرة مرة أخرى هنا من جانب نياسي للشاكير، الشاكير مهارته تحضر كذلك. سفيان رحيمي وحده ينطلق، رحيمي ماذا سيفعل؟ رحيمي العرضية ممتازة يا رحيمي، كان يبحث عن ياجور المتعود على التهديف في الديربي، لا مع الوداد ولا كذلك مع الرجاء الرياضي. لقطة جميلة جدا رحيمي في الجهة اليمنى، لم يجد المراقبة وكان حرا طليقا، حضر الكرة في اتجاه ياجور، ولكن المتابعة الدفاعية من داري. الرجاء أخطر الآن، الرجاء الأقرب الآن، داري في عملية المتابعة ليدي الكرة، نعم يلعبها بسرعة في اتجاه جيبور، مراقب جيبور، كل الكرات التي تبحث عن جيبور يكون مصير الضياع في ظل وجود الحداد والشاكر. يا سلام أنت أنيق يا الحافظي في كل لمسة وفي كل انطلاقة وفي كل انسلال، إلا ونتابع أكيد واحدة من أجمل لقطات في هذا الديربي معك يا الحافظي. قلت ومنذ زمن الحافظي نجم الدوري المغربي، والحافظي يستحق أن يكون دائما وأبدا مع المنتخب المغربي، وانتظر أن يكون متواجدا لما لا في كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المغربي، يستحق ذلك. حفيدي ربما الإصابات لم تسعفه على أنه ينضبط أكثر في الأداء ويكون أداء ثابت ويكون أداء أكبر بكثير من الأداء الذي نشاهده، لأنه فعلا لم يسلم من الإصابات الحفيدي، ولكنه دائما حاضر بإسهاماته المهارية والتكتيكية مع فريق الرجاء الرياضي والمنتخب ربما في القادم من المواعيد. بينما الكرة الأمامية ياجور يحصل الكرة، ياجور يراوغ، ياجور ينطلق، ياجور هذه فرصة للرجاء، كان وحده ياجور، التغطية بعد ذلك من داري، يدخل بها لوسط الميدان إبراهيم النقاش بلمسة واحدة يفتح المجال لمحمد النهيري. ممتاز الدويك، ياخذ الثقة بنفسه الدويك، يدخل الدويك، فرصة غير معقول، الرجاء غير محظوظ في هذه العملية. يا سلام عليك يا دويك، يا سلام عليك يا دويك، في لقطة نعم كانت هي الأبرز والأخطر لفريق الرجاء الرياضي، دويك اللي أخذ الثقة بنفسه، نعم ينطلق ويصعد ويساند الهجوم من الجهة اليمنى، يحضر الكرة زكريا حدريف في التسديدة، ولكن السمات الدفاعية نصير، يتقدم نصير داخل منطقة الجزاء، ولكن أنس في المتابعة، كان في تدخل يا صلاح الدين يا السعيدي. برافو الدويك، برافو هذا اللاعب الشاب، يعني مثال للاعب ينتمي لمدرسة فريق الرجاء الرياضي. قالوا أين هي المدرسة وأين هم لاعبو الرجاء الرياضي؟ هاي الإجابة عندكم، الدويك مع الحفيدي وحد الدين، الدويك يتجرأ، والدويك هنا
تحدى مدافعي فريق الوداد الرياضي. شوف اللقطة، هذا هو الحفيظي يعطي باس تمريرة ودويك بعد ذلك العرضية، ولكن متابعة من طرف أشرف داري في الوالة الأولى ثم نصير في الوالة الثانية بمساندة من إبراهيم النقاش. واحدة من التحركات الجميلة للرجاء عن طريق الثنائي الحفيظي وكذلك دويك. الحفيظي مرة أخرى يعمل الضغط، كومارا يعيد للخلف، احمد رضا التكناوتي دون تردد يرسل امامي في اتجاه من اذكر بان غاريدو حتى الان لم يجري اي تبديل. بالمقابل اسماعيل الحداد الذي دخل قبل لحظات، نعم كان تي غزوي الذي لم يكن له دور كبير في هذا الديربي. تصل الكره ناحيه زكريا، الرجاء افضل، الرجاء يتحرك بشكل اخطر، زكريا حذرف يتوغل، زكريا يدخل، زكريا والركنيه. الرجاء يمتع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، الرجاء يكثف من هجماته مشاهدينا الكرام. بعد الدويك ياتي ضوء زكريا حذراف من الجهه اليسرى، نعم الرجاء بات قريبا من الهدف، الرجاء يضغط اكثر، تلعب هذه الركنيه، هناك جيبور، اسماعيل الحداد يخرجها، تسديد لكن بعيده، بعيدة تماما عن مرمى احمد رضا التكناوتي، الحكم يقول فيها ركنية بعد تسديدة فابريس نكا. مشاهدينا الكرام بينما جماهير الوداد هنا تراقب وتترقب وتنتظر ما ستسفر عنه هذه الدقائق، سيما الدقائق التي يضغط فيها فريق الرجاء الرياضي يتحصل على ركنية في هذه الاثناء ربع الساعة لبداية الجولة الثانية. صفر مقابل صفر تحركات معك يا الرجاء من خلال الحفيظي على الخصوص وزكريا حذراف ورحيمي وحتى دويك. نعم الملاحظ تحسن بشكل كبير في أداء الرجاء الرياضي خلال هذا الشوط هنا في مدينة مراكش، مراكش الحمراء، مراكش التي كانت شاهدة على النهائي الحلم، النهائي المونديالي للأخضر العالمي عندما لعب أمام البايرن، وهنا كان الفوز على أتلتيكو مينيرو البرازيلي في نصف النهائي. فعلا الملعب كان فيه الخير بالنسبة للرجاء. لم تبدأ بعيدا الياسي، كان قريب من هز الشباك الودادية. هذه الإعادة مرة أخرى في لحظة تذكرت فيها عالمية الأخضر ومرور الأخضر من استاد مراكش، ملعب مراكش، مينير وبايرن، وفعل خير بالنسبة للراجا ولفوزي الذي يفخر بما حققه رفقة فريق الرجاء عندما وصل لنهائي كأس العالم رفقة الرجاء الرياضي. لكن الآن اللون يختلف والانتماء يختلف، اليوم يقود الوداد ويريد أن يحقق الفوز مع الوداد في هذا الديربي رقم 125 قبل أسبوع من عودة الوداد إلى معشوقة الكأس الغالية والكأس الأهم قاريا، دوري أبطال إفريقيا. سيد الدوري المغربي يصبو نحو اللقب العشرين في مسيرته على مستوى البطولة وعينه على الكأس الثالثة في دوري أبطال إفريقيا، هكذا هي طموحات الأحمر. ولكن حتى الغريم، حتى المنافس العالمي الرجاء يصبو لنفس الأهداف، لقب الكونفدرالية للمرة الثالثة والثانية على التوالي، ولقب بطولة العرب، ولقب الدوري المغربي. هذه الأهداف المسطرة في الموسم الحالي مشاهدينا الكرام. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان، الكلمة في الديربي تاريخيا للرجاء الرياضي، 36 انتصار يطمح للانتصار 37، بينما الوداد يطمح للانتصار رقم 30 في الدوري في الديربي. هذه كرة نصير في الاستلام على الجهة اليمنى، نصير ماذا سيفعل؟ نصير يا نصير يرجع بها لوسط الميدان السعيدي، السعيدي لمن؟ هناك الجهة اليمنى، لمسة، نصير، نصير فرصة، ركنية، ركنية من جديد لفائدة الوداد. مباراة مفتوحة في جولتها الثانية، والآن القراءات ربما تختلف بالنسبة لفوز البنزرتي وخوان كارلوس غاريدو. من يتفوق على من؟ هذا وأناجم في تنفيذ الركنية، زنيتي أعلى من الجميع، الحداد ماذا سيفعل؟ مر الكرة
الفرصة هذه، لكن أنس سنيتي رايا يتحدى الجميع ويرتقي أعلى من الجميع. برايم النقاشي أمن الدفاع ممتاز، برايم يتحدى ياجور، برايم يتحدى ياجور، بل وفابريس تمشي كرة في الجهة اليمنى وناجم للسلام مرة أخرى من طرف وليد الكارتي يلعب لأناجم، لعب على الجهة اليمنى ممتاز هذه المراوغة، وناجم يحط كرة تطول 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 على السعيدي، والحكم يتدخل يعلن عن ضربة حرة تنفذ بسرعة. زكريا يحاول المرور، نصر يغطي يخرج الكرة مباشرة إلى رمية جانبية دائما لفائدة فريق الرجاء الرياضي. إيقاع المباراة يرتفع في هذه الأثناء وجانب من جماهير الوداد وجماهير الرجاء في مدرجات مراكش، هنا في شمس مراكش، تحت شمس مراكش، وهنا هدف ممكن. صفاء جو مراكش وشمس مراكش، لكن هنا غليان في ميدان مراكش في هذا الديربي. تمشي الكورة أمامية لمن أنس، أنس في صراع مع وليد الكارتي وزنيتي، نهاية المطاف يتمكن من هذه الكرة، يلعبها بسرعة في اتجاه من الدويك. كان يشاهد بوطيب، كان يشاهد بوطيب لحظة نرفزة فوزي البنزرتي في هذه الأثناء. نعم يستشعر خطر الرجاء الرياضي في هذه اللحظات. جيبور استلم الكرة وناجم ينطلق وحيد، هناك في الجهة اليمنى وناجم يدخل، وناجم 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 يسدد، والكرة بعد ذلك تتحول إلى رمية جانبية. مباراة ينقص هدف لا من جانب الرجاء ولا من جانب الوداد. ونجم لحظة تنفيذ التماس، هل يترك التنفيذ لعبد اللطيف نصير ونجم والذي ينفذ؟ لا 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 يا نجم، الحكم يطلب إعادة تنفيذ التماس من المكان الصحيح. ونجم يستعد للتنفيذ في هذه اللحظات، بل سيتركها للمتخصص عبد اللطيف نصير. الآن هو من يستعد لتنفيذ الجانبية. صعود وليد، صعود الحداد، جيبور، ثلاث لاعبين داخل منطقة الجزاء. نصير في عملية المراوغة يمرر الكرة ناحية نجم، المراقبة عن كتم من فابريس والمساندة من زكريا. رائع زكريا لساند الدفاع، يساند فابريس سنكا في الجهة اليسرى، وفابريس يتركها إلى ضربة مرمى بعد مرور 67 دقيقة، والتعادل السلبي لازال قائم بين الطرفين. جانب من جماهير الفريقين، أنا قلت المقاطعة كانت كبيرة من طرف فصائل الألتراس المساندة للفريقين، وهذا أثر على الحضور الجماهيري. كنا نتمنى حضور يعني 40,000 متفرج في هذا الديربي. شاهدت زوير المترجي يستعد لدخول، زوير اللي سبق لو ان سجل في الديربي، نعم يستعد للدخول البديل، بينما أناجم استلم الكرة وجه لوجه مع فابريس نكا، ونجم ينفذ هذه التمريرة. وليد الكارتي في اتجاه محمد النهيري، ترجع مرة أخرى لإبراهيم النقاش، ونجم يستلم مجددا، كنترول ممتاز يخرج له فابريس نكا، فابريس وأناجم، فابريس وأناجم، هو أناجم يرفع كرة على القائم الثاني، لا أحد لا أحد، فقط الدويكي يتابع هذه الكرة. هنا الخروج بها من طرف الشاكير وسط الميدان، والمرتدة الهجومي للأخضر. الرجاء الرياضي ينطلق في هذه العملية مع كي زكريا حدراف. ماذا يفعل حدراف؟ شنو يعمل حدراف؟ شنو يعمل حدراف؟ يمرر الكرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للرجاء الرياضي، رضوان جيد دون تردد يعلن عن ضربة جزاء للأخضر في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، في لحظة المرور، في لحظة العبور، التمريرة من زكريا حدراف، لحظة العبور، والتكنوتي يقع في المحظور أمام ياجور. شوف الإعادة مرة أخرى، ياجور مع التكنوتي، ياجور يصطاد، ياجور جابها، ياجور اصطاد، ياجور جابها. من سيتكلم بالتنفيذ هو الشاكير، عبد الرحيم الشاكير هو من سينفذ ركلة الجزاء. عادة الضغط يكون كبير
الكبير في لحظة التنفيذ، خاصة في هذه المباراة المهمة يا غاريدو. الشكير وجه لوجه مع أحمد رضا التكناوتي بعد مرور 69 دقيقة. هل تتغير النتيجة؟ الرجاء لياس الشباك أم الكلمة تكون التكناوتي؟ وجه لوجه الشكير مع التكناوتي، الإشارة تأتي من رضوان جيد، والشكير يتقدم، الشكير يسدد، الشكير يضيع. عبد الرحيم الشكير يضيع ركلة الجزاء ويضيع فرصة التقدم للرجاء، هذه الإعادة مرة أخرى على المرمى، على المرمى، ولو أن الحارس مشى للجهة اليمنى، لكن هنا الشكير أعلى أعلى يا الشكير، راحت لجامع لفنا يا الشكير، الكرة راحت لجامع لفنا يا الشكير، وليس في شباك التكناوتي. واحدة من اللقطات المهمة في هذه الجولة الثانية، الرجاء كان بإمكانه يتقدم. انتظرت يا جور، انتظرت رحيمي في التنفيذ، والشاكير هو من ينفذ ركلة الجزاء. يضيعها، يخشى غاريدو أنه الفريق يندم على تضييع ركلة الجزاء، وجمهور الرجاء كان يمني النفس بهدف في هذه اللحظات، والوداد يتنافس الصعداء بعد التضييع الركلة. إذن تغيير على ما يبدو، لأنه زويل المترشي قبل ذلك أنس جبرون يستعد للدخول، الحفيد يخرج في هذه الأثناء، بينما نلعب على 20 دقيقة المتبقية على نهاية الوقت القانوني. إذن تغييرات بن حليب وجبرون يستعد للدخول، هذه تبديلات المدرب أخوان كارلوس غاريدو. ياجور يخرج، حفيدي يخرج، جبرون وبن حليب يدخلان الآن. تبديلات في نفس المراكز، بن حليب كرأس حربة مكان ياجور، وكذلك جبرون في وسط الميدان مكان عبد الإله حفيدي. إذن هكذا هي التغييرات في انتظار زوير المترشي، كذلك البديل القادم للمدرب فوزي البنزرتي. أنس جبرون اللاعب السابق لفريق المغرب التطواني، لا ننسى بأن هناك لاعب أيضا قادم من تطوان الوردي، لاعب الشاب أيضا وحمل انتدابات فريق الرجاء الرياضي في المركات والشتوي، إلى جانب فابريس نكا وأيوب ناح. هنا كنترول من محمد النايري، محمد النايري الحكم يقول فيها خاطئة. نعم، إذا هذا هو زوير المترجي العائد لأحضان الوداد بعد فترة إعارة رفقة نادي أولمبيك خريبكا. يرجع لي الوداد، طبعا كان هناك حديث مع بداية الموسم الحالي إمكانية إعارة للنهضة البركانية، ولكن زوير المترجي يبقى مع الوداد، وحتى زوير عبر عن نيته في محاولة إثبات نفسه وجدارته وأحقيته بحمل قميص فريق الوداد كلاعب أساسي، ويحاول قدر الإمكان. إذن المترجي مكان جيبور، والمترجي على فكرة قلت بأنه سبق لو أن سجل في أحد الدربيات. إذن هذا هو المترجي يدخل في هذه الأثناء، كرة مرفوعة براسية، أنياسي يتدخل بعد ذلك ويرسل الكرة مباشرة إلى ركنية لفائدة فريق الوداد الرياضي. السعيدي، السعيدي ضاعت الكرة، في خطأ، في خطأ، في خطأ، نعم في خطأ واضح، وضربة حرة لفائدة سفيان الرحيمي. إذن ضربة حرة لفائدة فريق الرجاء في حين نقترب من الربع الساعة المتبقي على نهاية الوقت الأصلي. دائما صفر مقابل صفر، مع التذكير على أن الرجاء الرياضي أضاع ركلة جزاء عن طريق اللاعب عبد الرحيم الشكير. تلعب الجانبية، منقولة في وسط الميدان، انياسي، انياسي، ولكن بعيدة تماما. يعني الرجاء الرياضي كان أفضل على مستوى الفرص، كان أفضل في هذه الجولة الثانية مشاهدينا الكرام، وكان الأقرب لافتتاح باب التهديف يا غاريدو. سنرى هل تغييراتك الماضية سيكون لها أثر إيجابي. لاحظوا بأن الرجاء يدافع، يعتمد على المرتدات الآن، أصبح يعتمد أكثر على المرتدات مع سرعة خاصة زكريا حدريف، لأنه في كل انطلاقة لزكريا تكون الخطورة. كما ترى يا زكريا، كما ترى يا حدريف، هذه كرة أمامية، يمشي الحداد، الحداد
وزنيتي في نهاية المطاف. الخروج كان موفق من أنس زنيتي أمامنا على الصورة. أنس يرسل كرة أمامية، محمد الناري بالرأس، السعيدي بجانب النقاش، تأصيل لإبراهيم نعم، إبراهيم النقاش، نصير يطلب هناك على الجهة اليمنى، يفضل السعيدي بلمسة قصيرة، السعيدي يعيد للخلف مرة أخرى، إبراهيم النقاش يستلم محمد الناري، ضغط الآن على حامل الكرة من عناصر الرجاء الرياضي، لأنه فعلا الوداد يجد مشاكل في عملية البناء الهجومي. ممتازة 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 منك يا إبراهيم في اتجاه نصير، يعطي تمريرة لأوناجم، أوناجم والعرضية الحداد في المتابعة بالرأس، كان في اتجاه وليد الكارتي. نعم ما عجبني اللمسة الرائعة لإبراهيم النقاش، نعم تمريرة عرضية جميلة في اتجاه نصير، بعد ذلك أوناجم، أوناجم الآن في تنفيذ الركنية. فرصة هذه كومارا دائما خطيرة، وزنيتي في المتابعة، ينطلق بها زكريا حدريب مرة أخرى، زكريا السرعة يا زكريا مع رحيمي في الجهة اليسرى، محاولة المرور، محاولة المرور، مراوغة وتسديدة مرة عالية. هذه المرتدات التي يشتغل عليها فريق الرجاء الرياضي، تحول من الدفاع الى الهجوم يكون سريع جدا للرجاء، باقل عدد من التمريرات الرجاء يصل بسرعه لمرمى فريق الوداد، بينما التصدي الرائع لأنس الزنيتي. مشاهدينا الكرام ترجع مره اخرى وضعيه التسلل بالفعل على محمود بن حليب، دخلنا فعليا الربع الساعه المتبقي، الربع الساعه الحاسم، كل شيء يبقى ممكن، تشوف بانه في بوادر هدف، في بوادر هدف لا من جانب الرجاء ولا من جانب الوداد، والحكم يتدخل في هذه الاثناء ويعلن عن ضربه حره تنفذ بسرعه. نصير يمشي نصير لمن عنده أوناجم، عنده أوناجم، لكن فابريس هناك يراقب، ترجع لوليد الكارتي مباشره للسعيدي، السعيدي لوليد، أوناجم وحده على الجهه اليمنى، نعم يستلم هذه الكره، يلعبون اكثر على جهه أوناجم، مراوغه ممتازه ممتازه، مترجي 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 العرضيه، الاختراق الاول لك يا زوير يا المترجي، يدخل فعليا في جو المباراه زوير، اللاعب الذي ادخله فوزي البنزرتي قبل دقائق في اول عمليه مرور منك يا زوير يا المترجي، لقطه جميله وعمليه جماعيه جميله جدا هنا تابع زوير المترجي، لكن الكره تطول بعد ذلك الى ضربه مرمى، تنطلق هذه الهجمه رشاويه، فرصه 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 كومارا، بعد ذلك الحكم يصفر خطأ وضربة حرة لفائدة فريق الوداد الرياضي. بن حليب اللي كان في صراع مع كومارا اللي انصفه الحكم رضوان جيد اسماعيل، لم يعطي حتى الان ما كان منتظر منه اسماعيل الحداد، سلم الكره وجه لوجه مع الدويك، اليمور الحداد ممتاز يا الدويك، مباراه وديربي مميز للاعب الدويك صراحه، دفاعيا ممتاز وحتى هجوميا شفنا بعض انطلاقاته على قلتها كان خطيرا. نعم الدويك الذي يراقب تحركات اسماعيل الحداد على الجهه اليسرى، اذا ستلعب هذه الجانبيه عن طريق اللاعب محمد الناري، الناري في تنفيذ التماس، يلعب لاسماعيل الحداد، الحداد لمن هنا بلمسه واحده، السعيدي لمن، وناجم يطلب الكره في الجهه اليمنى، يفضل العوده لاشرف داري، ماذا يفعل داري بعد ذلك بالراس، التدخل، تصل مره اخرى، محمد وناجم يدخل بها، يلعب للسعيدي، السعيدي ونصير، السعيدي يرفع، السعيدي يرفع، فرصه مدرجات مراكش، اللون الاحمر زاي في مدرجات مراكش في المدينة الحمراء، هي مباراة الاحمر، هو هدف الاحمر، اسماعيل الحداد يزور الشباك الرجاوية بلمسة واحدة، شوف الإعادة، شوف الإعادة،
السعيدي يرفع خطا في التغطية، كنترول بالقدم اليسرى، سدد في المرمى الرجاوية، وجيبة من الشباك يا أنس، جيبة من الشباك، الحمرة تتقدم، الوداد يفعل، سيد الدوري المغربي، سيد الدوري المغربي يصنع التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، والجماهير في المدرجات تنادي ودادي ودادي لك حبي وفؤادي، هكذا تتعالى الأصوات بعد هدفك يا الحداد، بعد هدفك يا الحداد في الديربي رقم 125، هكذا عاقبهم الحداد بعد أن أضاعوا ركلة الجزاء، هكذا يا كرة القدم يا غاريدو، هكذا يا كرة القدم يا غاريدو، أضاع عبد الرحيم الشكير، والعقاب يأتي من الحداد بعد عرضية من السعيدي، الحداد من دون رقابة، تغطية دفاعية كانت سيئة، وإسماعيل يضع في مرمى أناس الزنيتي، 1-0 للحمراء، 1-0 للوداد، 1-0 للمتصدر، 1-0 لصاحب المركز الأول أيوب ناحية السعيد للدخول. الآن سنرى ردة فعل الرجاء، الآن سنرى ردة فعل الرجاء، الرجاء لن يقف مكتوف الأيدي، لن يقف مراقبا، بل سيحاول التعديل بعد هدف اللاعب إسماعيل الحداد، تمشي كرة في الجهة اليمنى لفائدة الأحمر في وسط الميدان، لمسة واحدة، استعراض، ثقة وأفضلية الآن رقمية، هل يؤكد الوداد ربما بهدف آخر أم أن الرجاء سينتفض؟ يكون الرجاء لن يستسلم بسهولة، الرجاء لن يستسلم بسهولة أمام السيد الدوري المغربي العالمي، هنا كتبت العالمية للمرة الثانية بالنسبة للرجاء، يريد أن يعدل النتيجة. إذن هنا زكريا على ما يبدو يشكو من إصابة في هذه اللحظات، يخرج زكريا، يدخل أيوب ناناح، زكريا ماذا فعلت؟ زكريا حدراف، لا زكريا أرجوك زكريا حدراف، أنت لاعب كبير ومقامك كبير ودو سمعة طيبة، صحيح النرفزة شيء عادي ولكن لا تبالغ في ذلك، أنت كبير بأدائك وكبير بأخلاقك، رائع زكريا، أخيرا يتقبل الأمر زكريا حدراف، غير معقول هنا في لحظة خروجي، ماذا يفعل زكريا، ما معنى هذه الإشارة، وما معنى هذه الحركة التي قام بها زكريا أن يضع القميص على الأرض بهذا الشكل، لست أدري، ولكن زكريا حدراف لا اختلاف لاعب كبير ولاعب ذو أخلاق عالية وعالية جدا، عموما طرد في هذه اللحظات في صفوف فريق الرجاء الرياضي، إذن الرجاء يلعب بعشرة عناصر على بعد 7 دقائق، كان ممكن تفادي هذه البطاقة الحمراء، كان ممكن تفادي هذه البطاقة الحمراء يا زكريا يا حدراف، وبالتالي يستفيد غاريدو من التبديل، ولكن لم يحصل ذلك، وبالتالي هذا المعطى وفي مصلحة فريق الوداد الرياضي، بينما هناك خطأ بالفعل في هذه اللحظات. إذن سنتابع ضربة حول لفائدة فريق الرجاء الرياضي، والرجاء الذي يكمل اللقاء بعشرة لاعبين، بينما الدويك في صراع وفي شنآن مع محمد النائري في هذه الأثناء، إذن اللقاء متوقف في هذه اللحظات، إذن الدويك لا تبالغ يا الدويك، صحيح ربما الهدف خلى لاعبي الرجاء أكثر نرفزة، ولكن يجب التركيز على المباراة، يعني اللعب متواصل، عوض التركيز على الحكم والدخول في هذه النرفزة، لا خلوا التركيز حاضر
وسعوا نحو التعديل، لأن هناك متسع من الوقت كيف ما كان الحال، لأن نرفزة واضحة. الوداد عرف كيف يستغل الموقف، كيف يصل المرمى بعد ضياع ركلة جزاء من الشاكير. هو الشاكير يرفع كرة داخل المنطقة، متابعة بعد ذلك من الطرف الآن محمد أناجم. أناجم، من يوقفك يا أناجم؟ هو فابريس نقا وسط الميدان، مقطوع من وليد. وليد ودير طلقة، المترجي المترجي المترجي، تسرع المترجي في الكرة الماضية. الآن الصورة ستختلف تماما، الرجاء هو الذي سيضغط ولو بعشرة لاعبين، والوداد سيلعب مدافعا وسيعتمد على المرتدات، سيعتمد على المرتدات وعلى المساحات، وهذا طبيعي جدا. الرجاء الرياضي سيتقدم وسيترك مساحات في خلفه، لأن الوقت يمر تقريبا خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي، وبالتالي فهو سيحاول قدر الإمكان الوصول إلى المرمى. تمشي الكرة لنصير، نصير في وسط الميدان، إبراهيم النقاش يغير تماما للجهة اليسرى، الحداد، يا سلام يا الحداد، يلعب كرة نهيري العرضية، والمتابعة بعد ذلك من أنس زنيتي في وسط الميدان. نعم، شوط ثاني أقول جيد جدا من جانب الطرفين. تمشي كرة في وسط الميدان لمن هناك، الكارتي، الكارتي يلعب بسرعة مباشرة للنايري. وليد، وليد ضغط الكرة، سفيان رحيمي، رحيمي صلاح الدين بي، ترجع للشاكير، الدات وليد الكارتي، ضيع الشاكير، تمشي للنايري، النايري هناك على الجهة اليمنى، محمد وناجم النايري، يسدد، بوم النايري، بوم 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 بوم، النايري قذيفة هنا يرسلها، لكن متابعة من أنس زنيتي. نعم، تصدي آخر رائع يا أنس، تلعب الكرة إفادة مناجم، يتحدى مناجم، يتجرأ عليه مناجم وسط ثلاث لاعبين، مناجم والكرة تطول إلى التماس، مناجم الكرة تطول بعد ذلك إلى رمية جانبية، وبدأ الأداء العكسي لنهاية المباراة. هناك أيوب لناح يسعى للدخول مكان صلاح الدين بي، خرج لاعب وسط ميدان ويدخل لاعب وسط ميدان هجومي. نعم، هو أيوب لناح، ورقة هجومية أخرى يدفع بها غاريدو. التغيير الأخير من جانب المدرب الإسباني، كذلك دخول أيمن الحسوني، جرت العادة، حسوني دائما يدخل في دقائق الجولة الثانية مكان وليد الكارتي. إذن هكذا هي التغييرات من طرف المدربين الحسوني. نعم، تلعب الكرة بسرعة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. الحداد يرسل جهة اليسرى، تدخل من أشرف داري، داري يرسل الأمام، متابعة من الحداد مرة أخرى. الحقيقة والخيال والوداد، نعم، يؤكد هذه الحقيقة، يؤكد هذا الواقع، التقدم 1-0. الحقيقة والخيال، المحبة والجلال، الوداد الرياضي هل يستعيد نغمة الفوز في الديربي أم أن الكلمة ستكون للعالمي؟ العالمي لا يستسلم، ولكن الخطورة ودادية هنا، الكرة أمامية، ولكن متابعة بعد ذلك من أناس الزنيتي. العالمي لا يستسلم، والعالمي عودنا في المباريات الماضية أنه يسجل في اللحظات الأخيرة. نعم، قصة الرجاء الرياضي، أهدافه في الوقت البدل الضايع، ما قصة أهداف الأخضر في الوقت البدل الضايع، وبالتالي لا شيء حسم. الرجاء بعشرة لاعبين ممكن يفعلها، تلعب الكرة تسديدة لكن بعيدة تماما إلى ضربة مرمى لفائدة الوداد الرياضي، تسديدة من الشاكر، نقطة التحول كانت ضربة الجزاء ربما في المباراة، يعني كان ممكن نشاهد سيناريو آخر لو فعل الشاكر، ولكن هذه كرة القدم بحلوها ومرها. كانت الدقائق الماضية مرة على الرجاء لما ضاع ركلة الجزاء ولما تقبل هدف، وكانت حلوة حلوة وجميلة للوداد لما تقدم عن طريق إسماعيل الحداد. إذن سنتابع ضربة المرمى،
هناك تاغناوتي في التنفيذ، تاغناوتي بالرأس توصل للمنتصف، متابعة من جانب محمد النهيري، عن نهيري لإسماعيل، إسماعيل بلمسة يحضرها للحسوني، هناك تبادل كروي واستعراض ودادي في وسط الميدان، إمبراطورية الوسط التي يتحكم فيها إبراهيم والسعيدي، ترجع من جديد محمد النهيري، والنهيري كومارا، كومارا وسط الميدان، شوف الفراغ الموجود، شوف الفراغ الموجود، يتقدم اللاعب نصير، عنده أونج ملك في الجهة اليمنى، تردد بعض الشيء من نصير، المترجي يلعب الكرة، محاولة إضاعة الوقت من جانب لاعبي الوداد، الاحتفال بالكرة في مناطق الرجاء، وناجم يلعب الكرة، لم تصل للمترجي، الثواني الأخيرة على نهاية المباراة في الوقت الأصلي، تلعب الكرة في الجهة اليمنى لفائدة اللاعب نصير، نصير وبعد ذلك الكرة تتحول إلى رمية جانبية لفائدة فريق الوداد، لحظات وسنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضايع، كم سيضيف الحكم كوقت بدل ضايع، والرجاء الذي يشكو من النقص العددي بعد طرد اللاعب زكريا حدراف، إذا تلعب الجانبية لفائدة الوداد، محمد النهيري يلعب الكرة في الجهة اليمنى، فابريس انغا يقوم بالتعطية، والحكم يقول في خطأ، نعم لفائدة فريق الرجاء الرياضي، أناس الزنيتي يسعد التنفيذ، 5 دقائق كوقت بدل ضايع، نعم 5 دقائق يتم احتساب الآن كوقت محتسب بدل ضايع، برايمان ياسي ضيع ياسي، حتى أذكر مشاهدي الكرام الرجاء سجل في مرمى برشيد في الوقت البدل الضايع، والرجاء سجل في اللحظات الأخيرة كذلك أمام المرودية الوجدية، فهل يفعل اليوم أم أن الانتصار سيكون حليف سيد الدوري المغربي؟ كرة أمامية، فرصة فرصة فرصة، تاغناوتي وضعية تسلل، أو كم كانت خطيرة هذه الكرة، نعم مشاهدينا الكرام عن طريق أنا شبرون، لكن وضعية التسلل يشير إلى ذلك الحكم المساعد، هذه لعادة مرة أخرى لحظة خروج الكرة، وأناس يتابع الحكم المساعد يرفع الراية معلنا عن وضعية التسلل وضربة حرة غير مباشرة لفائدة فريق الوداد الرياضي، أحمد رضا التاغناوتي ينفذ الضربة الحرة غير مباشرة، الحداد بالرأس، كرة في وسط الميدان تمشي ناحية فابريس انغا، ملعوبة هناك على الجهة اليسرى، مرة أخرى الحكم يوقف اللاعب، يوقف اللاعب في هذه اللحظات، ويعطي ضربة حرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي، إذن سنشاهد هذه الضربة الحرة، شاكر صعود معظم لاعبي فريق الرجاء داخل منطقة الجزاء، دائما الرجاوية نياسي، وانطلاقة في هذا المرتدى الهجومي لفائدة الوداد، والمترجي وضيع، عودة كانت موفقة لفابريس انغا، تمشي أمامية من أنس الزنيتي، أنس لمسة يد، لمسة يد، لمسة يد، نعم لمسة يد واضحة في اللقطة الماضية من الحداد، وبالتالي ضربة حرة لفائدة الوداد، يحاول الأحمر أنه يكسب بعض الثواني، ونحن نعيش الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع، الوداد لازال متفوق بهدف مقابل شيء، وبالتالي في طريق للانفراد بالصدارة الدوري المغربي، وبالتالي تكتمل الصورة بالنسبة للوداد، لأنه هذا آخر مؤجل يلعب فريق الوداد الرياضي، في حين الرجاء عنده مؤجل آسفي ومؤجل كذلك فالجيش الملكي، تلعب الكرة من أنس الزنيتي، يرسل أمامية بالرأس، مقطوعة تمشي في وسط الميدان، محاولة ودادية مرة أخرى، إسماعيل الحداد يلعب هناك على الجهة اليمنى، ناجم لكن الحداد الأقرب لهذه الكرة، يتحدى ناجم الدويك، تحت الضغط الآن، تحت الضغط من أيمن الحسوني، الحكم يصفر خطأ وضربة حرة لفائدة الرجاء الرياضي، تلعب الكرة هنا في وسط الميدان، آخر محاولات الرجاء الرياضي لإبعاد من أشرف داري، دفاعيا ممتاز داري، بطاقة حمراء، بطاقة حمراء يا النايري،
الناير يخرج بالبطاقة الحمراء كذلك بعد زكريا حدراف. الناير كان عنده إنذار يتلقى نعم البطاقة الحمراء، كان عنده إنذار نعم النايري بطاقة صفراء ثانية، ولكن شفنا الحمراء مباشرة هذه الإعادة مجددا التدخل الماضي. أوه تدخل نعم نعم نعم، هذه الإعادة توضح هذا التدخل. صراع كبير اليوم، شفنا مباراة داخل مباراة بين رحيمي وكذلك اللاعب محمد النايري يخرج بالورقة الحمراء، بينما لا زلنا نعيش الوقت المحتسب بدل الضايع. الآن نعيش الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضايع، ولدينا هنا ضربة حرة لفائدة فريق الرجاء. قد تكون هذه الفرصة الأخيرة للرجاء الرياضي الشاكر يسعى لتنفيذ هذه الضربة الحرة والتكناوتي في المتابعة. ارتقاء ممتاز من أحمد رضا التكناوتي. الوداد الانتصار يحفز أكثر للعودة إلى معشوقتي ومحبوبتي دوري أبطال إفريقيا، الكأس الغالي الكأس الأهم في القارة السمراء تشامبيونز ليغ. الوداد سيعود مرة أخرى، الوداد الممثل الوحيد للكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا. السيك في الانتظار، السيك في الرباط السبت، وهنا الثواني الأخيرة في الديربي رقم 125. الرجاء لم يستسلم بعد، والرجاء لا زال يحاول. المترجي يخطف هذه الكرة، يراوغ المترجي وحده، المترجي يمشي المترجي لكن مقطوعة الكرة. نعيش الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضايع، ولدينا هجمة رشاوية. جبرون في استلام الكرة، جبرون ماذا يفعل؟ يراوغ جبرون، جبرون والتكناوتي في المكان المناسب. إذن الصافرة النهائية، الصافرة النهائية، سيد البلد، سيد البلد، سيد الدوري المغربي الوداد الرياضي يؤكد زعامته لترتيب الدوري المغربي مشاهدينا الكرام، ويفوز في هذا الديربي رقم 125. على فكرة هذا هو الانتصار رقم 30 في تاريخ الديربيات على مستوى البطولة الوطنية. نعم الوداد الآن يرفع رصيده للنقطة 27 بفارق 3 نقاط عن حسنية أكادير. هكذا كانت الخاتمة سعيدة بالنسبة للأحمر، لكنها لم تكن كذلك بالنسبة للرجاء المطالب بالتعويض في القادم من الجولات. أكيد المباراة كانت جيدة العطاء بين الطرفين، في النهاية الغلبة للوداد، بينما الرجاء أضاع كذلك هدف من خلال ركلة الجزاء التي أخطأها عبد الرحيم الشاكر. الرجاء في المركز السادس 17 نقطة، الوداد في الصدارة 27 نقطة. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة إن شاء الله. الكلمة تعود إلى ماجد الشجعي في الاستوديو التحليلي. شكرا جواد باد. إذن الديربي في